المؤمن عليه أن يتحرى الأوقات الفاضلة. هناك أوقات فضلها الله على أوقات، هكذا هو رب العالمين، فعلى المسلم أن يتحرى الأوقات التي ميزها الله عز وجل بخصائص روحية خاصة فضلها به على غيرها. والدليل قول الله عز وجل أو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني، قال: إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هناك نفحات، هذا التخصيص من شأن الإله وحده، هو خصص بعض الأوقات ببعض الميزان. فأنت كمسلم وكمؤمن عليك أن تهتم بهذه الأوقات التي ميزها الله على سواها. مثلا في الساعات، بماذا فضل الله عز وجل ساعة على ساعة؟ الله سبحانه وتعالى فيما رواه النبي عنه في الحديث القدسي فضل ساعات السحر في آخر الليل. هذه الساعات فضلها الله عز وجل، قال: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم نزولا يليق بجلاله. هذا تفسير نزل، نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له. عجبا لهذا المؤمن، إذا كان الله عز وجل في حديث رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، الله سبحانه وتعالى يعرض عليكم هذا العرض، إذا كنت في مشكلة، في ضائقة، تخاف من عدو شرس، إذا كنت في وهم خطير، إذا كان لك شبح مشكلة، هذا قيام الليل في ثلث الليل الأخير، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له. إذن وقت السحر هذا وقت ميزه الله بالتجليات. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا. ابن آدم لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس، أكفك النهار كله. يعني إذا كنت قد صليت الفجر في وقته وفي جماعة وذكرت الله عز وجل، فأنت في هذا النهار في حفظ الله عز وجل، في رعايته، في توفيقه، أن الله يدافع عنك في هذا اليوم. شيء آخر أشار الله عز وجل في القرآن إلى هذه الساعات، قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا دليل من كتاب الله على فضل هذا الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أيها المؤمن أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا عن الساعات. أما عن الأيام، وفضل الله من أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفي هذا اليوم صلاة الجمعة، وهذا يوم عيد المسلمين، فيه لقاء الجمعة، وفيه صلاة الجمعة، وفيه خطبة الجمعة، وفيه عقبة الجمعة. لذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هؤلاء الذين يضعون في هذا اليوم كل المشكلات الصعبة، كل القضايا المزعجة، هؤلاء لا يعرفون قيمة هذا اليوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجمعة ساعة
ساعة إجابة لا يصادفها مسلم يدعو الله عز وجل بخير إلا استجاب له. في ساعة في هذا اليوم إذا صادفتها تدعو الله عز وجل استجاب لك. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: نعم من غدا إلى الجمعة في الساعة الأولى، يعني مع المبكرين، كان كمن قدم بقرة، كان كمن قدم بدنة، يعني جمل، ثمن الجمل 150,000 الآن تقريبا. إذا غدا أحدنا إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قدم بدنة، ومن غدا في الساعة الثانية في الفوج الثاني يعني كان كمن قدم بقرة، ثم كمن قدم شاة، ثم كمن قدم دجاجة، ثم كمن قدم بيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طويت الصحف، طوتها الملائكة وجلست تستمع الخطبة. يعني قيمة هذه الصلاة في خطبتها، فإذا أدركت صلاتها فقط ماذا فعلت؟ تصلي في البيت إذا شئت، لكن أهم شيء في الجمعة خطبتها، لأنها مناسبة أسبوعية للتعلم. شيء آخر على مستوى العام، فضل الله سبحانه وتعالى من أيام العام أيام عشر ذي الحجة، وأفضلها على الإطلاق يوم عرفة، بل إن يوم عرفة من أفضل أيام العام كله على الإطلاق. جاء في الصحيح عن ابن عباس: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، يعني عشرة من واحد لعشرة ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. يعني أفضل أيام العام عشرة ذي الحجة، وأفضل يوم على الإطلاق في كل العام يوم عرفة، هذا للحاج ولغير الحاج. يا أيها الإخوة الأكارم، وأما في الشهور فقد فضل الله شهر رمضان، ونحن على أبواب رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لأنه شهر المؤمنين. السيوطي في الجامع الكبير يقول: أتاكم رمضان شهر البركة والغفران، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا. النبي مرة صعد المنبر فقال: آمين. استغرب أصحابه. أول درجة قال آمين، الثاني قال آمين، الثالث قال آمين. فلما نزل قالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: جاءني جبريل فقال لي: تعس عبد أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. قال: وتعس عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. وقال: تعس عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ هذا موسم المؤمنين، هذا من حيث الشهور. لكن رمضان، وسوف يأتي معنا هذا بالتفصيل، أفضل ما فيه العشر الأخير، لأنه ختام الشهر والأمور بخواتيمها، وفيه ليلة القدر. وليلة القدر لا كيوم عرفة خير أيام العام، خير من ألف شهر. يعني ليلة القدر خير من 80 عاما تقريبا. يعني إذا حصلت هذه الليلة، إذا عرفت الله فيها معرفة تليق بجلاله، فأفضل من حياتك كلها. هذا الذي عليه علماء التفسير. أيها الإخوة الأكارم، وبعد رمضان تأتي الأشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، لقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
أي عمل فيه عدوان في هذه الأشهر العقاب يضاعف، لأن هذه الأشهر جعلها الله أشهر أمان وسلم بين الناس. أيها الإخوة الأكارم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.